<تسجيل> بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها لكم مني اجمل تحيه من شاشه مصر الزراعيه وحلقه جديده من برنامجكم صوت الفلاح. يعني النهارده الحقيقه معانا محافظه مهمه جدا بتعتبر من اهم المحافظات الزراعيه و... وتقع في وسط الدلتا. بين فرعي النيل دمياط ورشيد وعاصمتها طبعا شبين القوم وهي محافظة المنوفية هنتعرف بالتفصيل عن آخر المستجدات في هذه المحافظة من الناحية الزراعية وأيضا نتعرف على آخر أخبار الثروة الحيوانية بهذه المحافظة لكن طبعا قبل ما نبدأ يعني حلقتنا النهاردة لازم نهني مصر والشعب المصري باستضافة بطولة الأمم الأفريقية ان شاء الله 2019 في يونيو القادم وكمان فوز محمد صلاح كاحسن لاعب في افريقيا للمره الثانيه على التوالي الحقيقه شيء مفرح جدا شيء يسعدنا جميعا كمصريين والحقيقه يعني هذا العام بادئ باخبار الحقيقه كلها تفاؤل وكلها فرحه وان شاء الله 2019 تستمر هذه الاخبار المبهجه وطبعا يمكن افتتاحات السيد الرئيس منذ ايام في يوم 6 يناير لاكبر كاتدرائيه واكبر مسجد في منطقه الشرق الاوسط والاثنين في مكان واحد في العاصمه الاداريه ورمزيه هذا الحدث العظيم. ربنا يديم علينا الفرح وربنا يديم علينا دايما النجاح في ظل القياده السياسيه برئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودايما كلنا شعب واحد ومصير واحد باذن الله. طبعا هنتكلم النهارده زي ما انا قلت عن محافظه المنوفيه بالتفصيل لكن لازم ننوه على بعض النقاط المهمه وخصوصا الشائعات التي تم ترديدها الحقيقه خلال اليومين الماضيين. وموضوع العدس اللي هو فيه ديدان وقلنا الكلام دوت الكلام ده طبعا غير صحيح بالمره لكن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح لكن اللي موجود دوت عباره عن انبات عادي للعدس لما اثناء الغليان او وجوده فتره طويله في الميه لكن العدس اللي موجود في السوق سواء كان المحلي او المستورد آمن تماما وصالح تماما وما فيهوش اي مشكله، واحنا متعودين الحقيقه على هذه الشائعات كل فتره انه او مش كل فتره ده يوميا تقريبا في شائعات بغرض طبعا احداث بلبله بين الشعب المصري وعلشان دايما يبقى في فقد للثقه بين المواطنين وبين المسؤولين وانا دايما بقول انه علشان يعني نتعرف الشائعه دي حقيقه ولا مجرد شائعه لاحداث البلبله يا نفكر قليلا قبل تداول هذه الشائعه وتشيرها لعدد كبير من المواطنين لان ده الحقيقه بيترك اثر سلبي علاوه على انه كمان بضاع وقت المسؤولين ووسائل الاعلام المختلفه علشان نبدا نتكلم في هذه الموضوعات وننفي وناكد ان كل هذا الكلام غير صحيح بالمره لكن في اجهزه الحقيقه مغرضه لها هدف من احداث هذه الشائعات. طبعا من الاخبار ايضا المبهجه حملات تحصين الماشيه اللي تمت الحقيقه في الفتره اللي فاتت وتم تحصين حوالي مليون وسبعميه وعشره ألف رأس خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضي في جميع محافظات الجمهورية في الحملة القومية اللي تمت مؤخرا وطبعا هي العمل خدمات البيطرية ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائي دايما تقوم بتنفيذ برنامج تحصين المشي ضد الأمراض الوبائية وطبعا يعني اتخذت عدد من الإجراءات للتصدي للبؤر المرضية التي قد تظهر وبحيث تتحرك بسرعة للكشف عن هذه البؤر وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وخلينا نتكلم بصراحة يعني احنا الحمد لله السنة اللي فاتت ما كانش عندنا مشاكل في الثروة الحيوانية ما كانش عندنا مشاكل في الأمراض الوبائية سواء كانت الحمى القلعية أو الجلد العقدي أو أنفلونزا الطيور نتيجة هذه الحملات القومية وإن شاء الله الشتاء السنة دي أيضا يعدي بدون أي مشاكل وإحنا طبعا مخصصين خط ساخن في خاص بالهيئه العامه للخدمات البيطريه اللي هو 19561 بحيث اي مربي اي مزارع يلاحظ اي اعراض غير سليمه سواء كان في الماشيه او في الدواجن يتصل بهذا الخط اللي هو 19561 وعلى طول بتتحرك الاجهزه في المحافظه اللي منها البلاغ للتاكد وطبعا تقوم بدورها لمكافحه ومحاصره هذه الامراض وان شاء الله مش هيكون في عندنا اي مشاكل ويعدي ان شاء الله موسم الشتاء طبعا ان شاء الله بدون اي مشاكل وطبعا اللقاحات الخاصه بهذه الامراض موجوده وموجوده في جميع المحافظات وما فيش اي مشكله على الاطلاق وكمان الحملات الخاصه بالتوعيه والارشاد ديت مستمره لأهالينا الفلاحين للتغلب على أي مشكلة سواء كان في الثروة الحيوانية أو في الإنتاج الزراعي. خلونا بقى يعني هنتعرف أكتر عن محافظة المنوفية وآخر المستجدات في هذه المحافظة ولكن بعد الفاصل أستضيف ضيفي الكريمين في هذه الحلقة الدكتور حمدي جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية دكتور رمضان تعلب كبير أطباء الإرشاد البيطري بالمنوفية بعد هذا الفاصل